أنا إثيوبيان بانا هاي، قبضت تجري أنا هاي، سوالي در. هناك سوالي كوه يستو، هنا لغة حبشة كوه يستو، تيبا كوريسي. تيوان كاتا بدو. عوا مجال هذا الرجيسة عاصمة سومالي لا وحى يوكل حرام تهاي. لحظة فنك سومالي لأن أو أما سومالي ده بانا راده. وعوا دمن تودين تبدين أي كسر جيهين وبدل كار دولا يري مجال هذا الرجيسة وحدنا عايق فردا أكل بلعبة فنان دي اللي قضاها بدين كويس شفتي الحيسة كاركا دتك وحويان عوا طلب ما أفهمش لك هذا سام سام سومالي بطلب من صورن دونا لكن وارك دونا تلك تك تجي مايو عبد الرزاق سعيد حمسة قروس إيوه لما نهى فنك أو يجونا عوا ما دشنا نقلص وكان أيا قوم تقص وكان وقارين سيرو بندو أي ولا عوا في سومالي بتكون هذا سام حوي أنت أبي أول بوم كارلي وأنا عوا يا ما في سومالي بتكون هذا ودري دوت أمس عربي طول تي لا يكون برتاح سوان ويا أنت بدن لغاتك كلام وهو برتاح وتسكوا عاد وجهه لأن ياكل خير Ethiopian. Aku Ethiopian bukan. Online macam ni lah, setak kau dah lagi ya. Wei. Kau dah fikir nanti. Wei. Ayo, wheel kat sini. Hampir ni alai aku lah. Tapi ini tak betul. Mereka keluarkan orang ni yang Somalia tu, bah, Ethiopian, bah, berawa, bersih dah awal, ada. Luka dah nak keluar, dah suruh awi yang tak. Luka dah di kuat. Okay, aku Ethiopian bana hai. Wei. Kau dah tergerak ana hai. سوالی دارم وای دل، وای دیگه سوالی ده. دکل کار گف کی کلی ده لغتی سیتی هویا کلی سوما. وفی کوکریوم برا لغتی سلگات هلا کی. اینا سومار کوه استو اینا لغت حبشی کوه استو. تیم کوریسی. سوالیگا. سوماری. هی سومار با دلوا. وا ولا سومالی گم با ولا ولی. سومار گم با ولا. تاگریاش ری ات با و سلامیه. وای. تاکی عبدالله سعید فرد و صاحب. وقت ولای فکر کن و حس کلاها. شخصي أت قالي واه ما برتن كسلام يوم أهنا قدومي هيجا دانو قدومي ما هي والد ويا هيبين إن تها عبد الشبع تعالي تها عبد كاس ما كان فكر كان سقالها يا فكر ك دانا ما شعاع وتربة سقالها والله أرتوا واحد هيدون إلا السماء يا أروس كني تي أروس ويد عن واحد كتون أروس هذا كله وأي واحد كستواه الكوديك بيلي أروس كمر خلا تيو كستوه يمر خلا حسطوه حلا حسطوه يا أروس كرياته أنت عالم، أتوك مالك خد على متشر تدي، أروس أنت عالم صالو لولا كيرو، مركب واحد كده تقول عالم كودنا عاوي يجينا تاجي هيم، سداو جد بفكر كان كوي مركب. لما هيريو إن إثيوبيانا أي بختيدو سمال لنا أي نولاتو، لما هيريو إن سمال لنا أي بختيدو إثيوبيانا أي نولاتو، إن إنه حيرشي يشروع دي دلك هيالي، إن لا يراهدو حسب أم هبل. لا دنينا يو إسمه للدور بذا يو هالله حيره هالله حكم يو هالله بربريو وكوبي نقطي منك الله يرحمه فرح معلن أيام كلمة له هو حلاه فرحه هذا الصومالي ما دوني سو الصومالي ما كوجوين تاي إسكك أدو كين يدك كويس تا أد كم يتهاي حبض هالك عمر تكبل وضو ما راح كلا الله تك الشيء كأول بوح بني نجمي دحين دلي نجمي دحين تدي نجمي دحين دنيا نجمي دحين ورهاينو كلا تغناي، and وحدونا يا إنن سيرو كوبن بالآن أرك سيرو كوبن أنك ديتو حاول حك صعود الجيسك، وايوه هريان أرميه محن كره ضايه الشيسك، and إثيوبيا يسماليلان، أدمدو أديدي نو كابو راي شوي سبيدل أو محن كره ضايه يه خلاف يو سودوين بلي ويسكوتشرت. een runtii arintaas waxaan arkayaa waa guul taariikhi ah oo u soo hoyatay ummadaha geeska afrika ku nool een waxaan qaba in een laga wada faa'iideysanayo oo ethiopia iyo somaliland ba ay iyo geeska afrika dadka ku nool intuba inay ka faa'iideeyaan baan qaba oo ay manafaacad sanayaan in la wada shaqeeyaana waa mid muhiim ah weey lama heliyo in ethiopiana ay baxtido somalilandna ay noolaato لما نهلايو إن سومالنا أي بختيدو إثيوبيانا أي نولاتو وين نسكو تيرسان هايو وواح سكو تيرسان بينو نولشينا سكو برامبا إن وحاوي وحان آد طعن بارينا يا إدكستا وهيشي تيرسي وغب حان إيسا عراكتي قلدان أو أي دادكا كوبا هالي جلينيسو ونا قرابة قردينيسو وحاوي قلودان إن أنو شاركا نهاي إيه سوماليا
warnimay waxaan leeyahay in badan baynu isdaba soconay isdaba jiitamaynay een intaynu isdaba soconay ama aynu istiraynay ama aynu iskhilaafsanaynba adduunyadii wadamo badan oo kala kala tagay oo maxaan ku dhahay heshiiyay oo ay South Sudan ka mid tahay oo ay ka mid tahay Eritrea oo wadamo badan oo kale ay ka mid yihiin dadka goobta ah way kala garqaataan een de kuwa kalena waxa weeye sidiina soo kale unbay dadka daba jiqleeyaan war waxaan leeyahay abtiyaalo kala quusanaya qoomamada aad oo heshiiska awalba waxba inagama dhaxayn dal inagama dhaxayn dad inagama dhaxayn duunya inagama dhaxayn war horeyn u kala tagnay een waxba cuqdad iyo naxliha abuurina ee waxa weeye aynu si wanaagsan isku macaasalaamayno oo aynu u kala tagno waxa weeyaan waxaan leeyahay sheeg-sheegeen hadhan waxaa laga yaabaa bahasha imika badda aad leedihiin aad bahala gelinaysaan inaad idinku aad dadka manaafacaadsanaya inaad ka mid noqotaan ee u soo shaqo taga biri ka maalin inaad ka mid noqotaan baa laga yaabaa een cidna idin diidimayso aad dadka shaqaynaysaan soomaalinimo cid aanu ku cunsuriyadaynayna ma jirto laakiin waxaan leenahay war walaalayaal kala laba dal baynu nahay ee aynu labadii dal ahaano ninka la yidhaahdo faarax macalin ayaan kelmad leeyahay waxaan leeyahay faaraxow haddaad soomaalinimo doonayso soomaalinimo kugu weyntahay iska kici adugu kenyada ku haysata ee aad ka mid tahay xabadda halkaa markaad ka bilowdo meelaha kale la tag laakiin annaga hanala soo gelin dab iyo buuq iyo rabash uma baahna anagu dad tashaday baanu nahay dal jiraanu nahay ilaahay un baanu u baahnay bini aadan kalena uma baahnin waxa weeye etoobiyana waa dalka noogu xiga ee aanu nolol iyo nafba aanu wadaagno taasi waxaan leeyahay warabtiyaalo kala quusanaya qoomamalaada oo iyaynaan isdaba jiiqlayna aynu saa isku nabadgelinno waxaan leeyahay arrintaasina waan soo dhoweynayaa in heshiiskaasba adkeeyo shacbigaygana waxaan ugu baaqayaa inay isbarbar taagaan xukuumaddooda oo ay la shaqeeyaan oo ay heshiiskaas is-afkarad in laga midho dhaliyo oo uu isku bedelo heshiiskaasi mid rasmi ah oo golayaasha la mariyo oo rasmi ahoo somalilandna ay ku hesho dowladnimadeedii iyo aqoonsigeedii etoobiyana ay ku hesho wixii ay u baahnayd iyo faa'iidadii ay ka faa'iidaysan lahayd badda iyana ay ka heshaan u baahnaa taasi waa taa weeyaan ta gudaheenna waxaan leeyahay nimayahow gudaheenna waxaad moodaa waxaan hore inooga suurto gelina ma hore aan inooga dhicin inay naga dhacin inaynu xeerashii iyo shuruucdii dalka yaalay in la yidhaahdo xisbi ama hebel la danaynayo isagoo la door bidayo ha loo xayiro oo ha loo xakameeyo ha loo burburiyo waa kuwabay inagu tahay waana dee wax inagu bilowday oo dee iminka inoo bilowday weeyii xeerarkaasi waxa weeye waynu ogeyn sidii loo meelmariyey buuq iyo rabash iyo qaylo iyo xabad wax lagu meelmariyaba ceerkaasi odayaashii go-aanka kasoo gaadhay iyo sidii loo aqbalay xukuumadda iyo sidii laysula waafaqay waxba ka faahfaahin mayna laakiin taariikhda sheegi doonta wax walba iyada xusi doonta waana dhaqan inoo bilowday oo hora waxaan leeyahay xeerkii waa laydin jideeyo waa laydin waa laysugu keen qalay labadii xeerba 14 iyo 91 ba war mar haddii dee